أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافي ومزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تب العفو فاعف عنا ووالدينا وعلمنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء الشاكرين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين وعلى سريرة الكرامة قائدين بحور عين متزوجين ومن سندس واستبرق ودباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا اللهم من الأشقياء المردودين إلهنا عافنا واعف عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأزواجنا ولأهلنا ولأهل بيتنا ولأساتذتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن علمناه ولسلطاننا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولمن هدانا وهديناه إلى الخير ولمن أوصانا وصيناه بدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعليهم وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين في البر والبحر والجو من المسلمين وقنا شر الظالمين وقنا شر الظالمين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين